بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمحبة والسلام. تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا في عاصمة الميادين، حيث المنافسات، حيث المفاجآت، حيث الإبداع، حيث الإمتاع، هنا في سن المفاجآت، سن الحقائق، لينطلق شوطنا السادس ويحمل في طياته وكشوفاته الإبكار. نتمنى التوفيق والنجاح جميع المشاركين. أبدى وأسير وأستفتح إذاعتي هذا الشوط بالمركز الأول، بالصدارة الأولى، بالإبداع الأول. من يتقدم؟ هذه الشاهنية لمحمود بن علي بن عامر الجابري، يتقدم على صدارة الشوط وعلى المقدمة الأولى، بينما المركز الثاني سيوف، يا سيوف، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ينتقل إلى المركز الثالث واجد عالية بشعار هنا عوض بن حمدان بالتيلها العامري، بينما المركز الرابع الضبي محمد بن علي بن محمد بن سعيد الينيبي، قادما ايضا بهذه المنافسة، وهملولة القادمة لسلوم بن حمد بن سعيد الجنيبي، يتقدم ويتحرك ضمن المنافسين والمتقدمين من خلال هذه المنافسة. وصلت الواصلة لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وتحركت ايضا حشمة لمحمد بن ناصر بن مشيط المري، يتقدم ايضا ويتحرك من خلال هذه المنافسة وهذه التحدي الجميل في معركة من معارك الحقائق ما بين هذه الاسماء. ولكني اعود الى المركز المعهود، الى المركز الاول، الى الشاهنية اللي تقدم العروض جميلة مع محمود بن علي بن عامر الجابري. الجابري ما زال مسيطر وهملولة هنا لسلوم بن حمد بن سعيد الجنيبي المركز الثاني. ثالثا هنا حشمة القادمة على المركز الثالث، حشمة المتحركة لمحمد بن ناصر بن مشيط المري، بينما المركز الرابع الواصلة القادمة لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وتحركت الطيارة مسلم بن سالم بن مبخوت الراشدي، ووصلت حضور، وصلت حضور عبيد بن احمد بن حمد الظاهري. ياهي معركة، ياهو شوط، ياهو صراع، ياهو نزاع. بن مشيط، بن مشيط بدأ نشيط وتقدم على المركز الأول. محمد بن ناصر بن مشيط المري يقدم لنا حشمة، يقدم لنا حشمة، ولكن حضور من بقى القمة يسجل حضور. هذه حضور القادمة بشعار عبيد بن احمد بن حمد الظاهري. هنا الاسماء، هنا الشعارات، هنا الابطال، هنا القادمين، هنا صدفة القادمة على المركز السادس لسالم بن سعيد بن حريك المنهالي. لكن وين اللي طار مع حضور، اللي طار مع حضور وقدم لنا هذا الشعار؟ هنا عبيد بن احمد بن حمد الظاهري، الظاهري ظهر الظاهري وطار بهذا الانجاز الجميل. هذه النقطة الذهبية هنا من نصيب حضور، يا حضور عبيد بن احمد بن حمد الظاهري، حضرت وبدعت ويملت وتنومست، تهانينا لك على هذا الحضور الجميل والفوز المشرف. عبيد بن احمد بن حمد الظاهري تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني كان حاضرا بالمركز الثاني هي حشمة محمد بن ناصر بن مشيط المري، المركز الثالث
كانت هنا صدفة. سالم بن سعيد بن حريك المنهالي المركز الرابع، كان مع المركز الرابع هي الواصلة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز الخامس كانت مع المركز الخامس هي القائرة لخليفة بن حوفان المنصوري. يا سلام يا سلام يا حضور، هي من حضرت، هي من تجملت، هي من سارت نحو الفوز والانتصار. 4:39، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك حضور عبيد بن أحمد بن حمد الظاهري من فاز بناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني كانت حاضرة بهذا الأداء الجميل. توقيتها الزمني 4:42، 8 أجزاء من الثانية. هي حشمة محمد بن ناصر بن مشيط المري من حصلت على المركز الثاني. المركز الثالث كانت صدفة، سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي 4:42، 8 أجزاء من الثانية من حصلت على المركز الثالث، بينما المركز الرابع واللي أتت بالمركز الرابع هذه الحاضرة والمتواجدة 4:43، 9 أجزاء من الثانية الواصلة لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من حصلت على المركز الرابع، والمركز الخامس هي أيضا الغايرة خليفة بن حوفان المنصوري 4:44، وفاء وتماما وكمال. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.